شكل موضوع إصلاح المنظومة التربوية محور اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الأربعاء، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية رشيد بالمختار. الموضوع هو تلبية يعني للطلبات اللي تقدمت بها الفرق النيابية المحترمة قطاع التربية الوطنية، اللي بطبيعة الحال يحظى باهتمام كبير من طرف السيدة والسادة النواب ومن طرف الرأي العام. هذه مواضيع آنية في سنة 2014-2015. وتطرقت اللجنة لدراسة ومناقشة مواضيع تهم الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2014-2015 والهدر المدرسي وإصلاح المنظومة التربوية. وتمت كذلك مناقشة اللقاءات التشاورية المنظمة من طرف الوزارة حول المدرسة المغربية والملامح الأولية لخطط الحكومة لإصلاح التعليم والنهوض به، فضلاً عن وضعية قطاع التعليم على ضوء الخطاب الملكي السامي بمناسبة 20 أغسطس.